حضرتك الحقيقة من عند ليكي ربنا. شعبية كبيرة جدا جوه إذاعة الشرق الأوسط، وبيحبوكي إلى يومنا هذا، وأعتقد يعني إلى نهاية العمر، يعني إلى نهاية عمر الأرض عموما. ربنا يديم المحبة يا رب. لأنه لأن الأستاذ اللي بيبقى محتوي، أو الأستاذة اللي بتبقى بتحتوي كل من يعمل معها وتبقى داعم ليهم وتبقى بوصلة لطريقهم في النجاح، لا يمكن أبدا ما نمتنلوش، ولا يمكن أبدا حبه يقل في قلبنا وتقديرنا ليه يقل مهما حصل. ومهما حضرتك يعني حضرتك رئيس إذاعة الشرق الأوسط سابقا، إنما حاليا كله بيحب حضرتك، ولسه التقدير والامتنان موجود. واحنا كمان معانا على التليفون استاذه عبير الجميل، مدير عام البرامج الفنيه باذاعه الشرق الاوسط، عايزه تكلم حضرتك في حلقتنا المتميزه بوجود حضرتك. اهلا وسهلا يا استاذه عبير. اهلا بيكم، مساء الخير عليكم جميعا، ومساء الخير يا استاذه دلال، عامله ايه؟ مساء الفل عليك يا بيرو، اخبارك ايه؟ وحشاني والله. انتوا كلكم وحشيني، وانت كمان اكتر اكتر اكتر، ومنورة الدنيا كلها زي العادة يا حبيبتي يا بيرو. أستاذة عبير، احكي لنا كده عن الأستاذة دلال بقى داخل الشرق الأوسط كمديرة، كصديقة، كليدر لطريق النجاح لكل من حولها. بصي، هي يعني طاقة حب وطاقة جمال وطاقة شغل لكل اللي موجودين حواليها طبعا. يعني بداية من لما كانت مدير الإدارة لحد ما بقت مدير عام البرامج الفنية لحد ما بقت رئيس الشبكة، هي دايما كانت بتنشر الحب، ده كانت حريصة عليه قوي. يمكن جنب الشغل كان دايما لازم يبقى فيه علاقات إنسانية جميلة، الناس كلها تحب بعض، كانت حريصة جدا على إنه الشبكة كلها، شبكة الشرق الأوسط، تكون في بينهم علاقة محبة، إلى جانب طبعا الاجتهاد والشغل، ده كان أساسي طبعا. علشان كده زي ما انت قلتي في المقدمة، انه فعلا رغم ان هي دلوقتي مش على قوة الشغل، لكن كل الموجودين لسه بيدينوا ليها بالفضل والمحبة، لسه بيفتكروها، لسه بيفتكروا بيها، لسه حريصين ان هم يبقوا دايما على اتصال معاها طول الوقت. طبعا طبعا. طيب قوليلي كده حاجة اتعلمتيها انت يا استاذة عبير من الأستاذة الكبيرة دلال الشاطر، حاجة سواء شخصية أو عملية، حاجة عمرك ما هتنسيها. يا حاجات كتير قوي، ده أنا لو قعدت أعد مش الحلقة مش هتكفي. طبعا. بس بصي، هو أهم حاجة الحقيقة يعني حرصها الجامد قوي على شغلها كمذيعة. يعني هي كانت رغم كل ارتباطاتها وانشغالاتها في الإدارة، كان لازم في رمضان تحديدا مثلا يبقى ليها برنامج يومي، وكان برنامج شاق جدا ومتعب جدا اسمه أفيش. كانت بتجمع فيه بين البرنامج وبين التمثيل اللي هي بتحبه وبتجيده يعني. فكانت دايما حريصه، رغم يعني بتلاقي له وقت في اي وقت في اليوم انها تقعد تعمله رغم كل انشغالاتها. فده طبعا حرص على الشغل ومحبه لكونها مذيعه، ده انا حريصه ان انا يعني اتعلمه منها وافضل زيها كده. حاجه كمان زي ما قلت لك، الحب اللي بين الناس اللي هي عملته، ده مهم قوي، لانه مش اي رئيس شغل ومش اي مدير يعرف يعمل ده. وما هيش شطاره وخلاص، او يعني تقضيه وقت، لا، ده حاجه نابعه فعلا من جوه، يعني ان انا الطف الامور، لو حد متضايق اعرفه متضايق من ايه، لو قدرت احل له مشكلته احلها له، حتى بعيدا عن، لو هي حتى مشكله بعيده عن الشغل، لا اقدر احلها له علشان يزيد في شغله. ما انت ما تشيلي مشاكل الناس اللي حواليكي قدر الامكان، بيدوكي في الشغل كل طاقتهم. فدي حاجات كتير قوي يعني، انا بديكي على سبيل المثال بس مش الحصر يعني. انا بشكرك طبعا، شكرا جزيلا الاستاذه عبير الجميل، مدير عام البرامج الفنيه باذاعه الشرق الاوسط. على ميرسي يا بيرو، ميرسي على المداخله الجميله دي. اتفضلي حضرتك يا استاذه عبير. من الشخصيات الجميله واذاعيه محترمه جدا في شغلها، تولت مدير اداره للمنوعات في وجودي، وبعدها بقت مدير عام المنوعات. وبحس بانه روحي ونجاحاتي عبير بتكملها. طيب انا للاسف وقتنا مع حضرتك جري بسرعه جدا، الحمد لله شيء كان لطيف بيكي، يحزنني انا ان الوقت خلص بسرعه. انما قبل ما اختم مع حضرتك، لازم اسمع من حضرتك نصيحه لكل شباب المذيعين الإذاعيين في الإذاعة، وهستأذنك لو عايزة تقولي لي أنا شخصيا نصيحة يا ريت. حبيبتي أنت يعني ما شاء الله عليكي، يعني تاتش وود، يعني ميرسي لحضرتك جدا.
النصيحة وأهم نصيحة إنه لو حبيت مهنتك وما بصيتش للصعوبات اللي محوطاك، أو ما بصيتش كمان لأنه ممكن تبقى ناجح ويبقى في حد بيحاول يكسرك، يحاول إنه يعني مش هتلاقي حد بيدفعك إلا احنا الحمد لله انا محظوظة ان انا كان الجيل اللي موجود كان في حالة دفع، وخصوصا الأستاذة سناء منصور. لكن انه تحبطي تقفي مكانك، لا، اللي بيهاجمك سيبيه ورا ظهرك، اللي بيتاخدي نصيحة اسمعي من كل الناس، اسمعي وفلتري مين قصده ايه، كويسة ونقد بناء لازم تاخدي بيه، ما تزعليش انه حد قالك حاجة فعلا كانت تضايق، لا خديها علشان تبقى دافع ليكي، تبقى قوة دفع لنجاحك. لو حصل ده مع حبك لشغلك وما تستخسريش في حاجة، لانه العمل الانسان بيحبه هيديله، ولما هيديله هياخد، مش لازم ابص لها نواحي ماديه، احنا ما كانش عندنا الجزئيه دي خالص، لكن ابص لها من ناحيه انا الجزئيه دي هتوصلني ايه، يعني خلت عندي رضا بالنجاح طبعا، باني كونت حواليا طاقة محبة، حلو قوي ده كفاية. فده أهم حاجة لأي حد بيبدأ، ما فيش حاجة تأخرك، واللي يأخرك كأنك مش شايفه قدامك ويمشي. جميل جدا جدا. أنا نفسي أقول لحضرتك حاجة، مش عايزة يعني، أتمنى أنه لو حضرتك ما تحرميناش من فنك ومن ثقافتك ومن يعني إتقانك للإذاعة، وياريت لو حضرتك تعملي بودكاست، حاجة جديدة مختلفة للشباب عشان يعرفوا يعني ايه مذيعة اذاعة، يعني ايه اداب الاذاعة. هو المفروض ده يبقى عايز حلقة تانية. انا نفسي، لا ده هي بس انا ده كان طلب مني، عايزة اقوله لحضرتك في الاخر كده، انا حابة ان انا هعمل ده وان شاء الله، لا باذن الله، لاني فكرت فيه ويعني قلت ليه لا. هو فعلا في حاجات مش ظريفة بتتقدم، لكن في حاجات هايله بتتقدم. عايزين بقى النماذج يعني القويه، النماذج اللي نقدر احنا منها نستلهم قدوتنا، ونقدر منها نستلهم الخط الصحيح اللي نمشي عليه ان شاء الله. اوعدك، وده بوعد كل المشاهدين ان شاء الله، ان شاء الله وعدي يتنفذ باذن الله في اقرب وقت باذن الله. باذن الله. وميرسي ليكوا جميعا ولكل المشاهدين، وبشكرك يا نور والف سلام عليك. انا اللي بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، واعتذر لك طبعا على يعني شويه الحاجات دي، بس حقيقي سعيده جدا جدا بوجودك معايا النهارده، تشرفت جدا، كلنا متشرفين، كلنا سعداء، فريق الاعداد كله سعيد جدا جدا، عزيزه ابو بكر طبعا يعني بتقدم لي كل الشكر والامتنان. يعني دي من عشاق. لا انا بتكلم بجد. عزيزه ابو بكر عندها رئيس تحرير طبعا برنامجنا، ايوه، عندها من العشق ايوه لشغلها، مظبوط وبتنجح في اي مكان. الجزئيه دي اللي بتنجح الانسان، انك تبقي عاشقه شغلك، وعزيزه عندها موهبه اللي بيخليها دؤوبه فعلا فعلا، صح ده حقيقي. اشكرك شكرا جزيلا، شكرا لكم جميعا. الاستاذه العظيمه الاذاعيه القديره دلال الشاطر كانت ضيفتنا النهارده وفي فقرتنا دي، واللي للاسف وقتها طار بسرعه. هنروح لفاصل سريع ونرجع نستكمل معاكم فقراتنا، استنونا.